في الحي الشعبي اللي كنت ساكن فيه الكثير من هذوك الناس اللي كاينين في هذاك الحي كل واحد منين جاي من المغرب. حي محمدي. في الحي محمدي جايين للدار البيضاء باش يخدموا. كل واحد تيحس براسو أجنبي، والاحترام تام ما بين واحد والآخر ما بين الجيران، يعني كان واحد الاحترام ما تتصورش. فالنهار تتكون شي مناسبة عند شي واحد منهم ديال الزياد ديال شي طفل ولا شي طهارة ولا شي، تيجيب القبيلة ديالو، كاين واحد الساحة عندنا كبيرة تيعملوا الرقصات ديالهم بالغناء وباللبس ديالهم وداكشي. فشاهدت في الطفولة ديالي تقريبا الثقافة الشعبية كلها، يعني الرقصات ديال المغرب كلهم شفتهم وانا باقي صغير. وهذاك الحي مازال حتى المدرسة ما كايناش فيه، كاين مدارس ديال السجيد ديال الجوامع ما مشيتش لهم، والفضل ديال الوالدة داير طول العمر وهي ديما حضناني وديما الله يعز الأمهات. دونك ماشي غير جيت ولحقت للرقص، ملي كنت شاهدت هاد الرقصات كلهم مختلفين الرقصات، وليت تنختار انا راسي رقصات. مرات كل خطره تندير بوحدي والناس تشجعني، يعني تيقول لي او مزيان هاد الشيء تدير. ما كنتش فضلني بالمر رقص راه تيتدرس ولا كاين شي معهد في حي شعبي في هذيك الوقت ديال الاستعمار، لحقاش انا دزت في 44 ما كانش عندنا الحق باش نمشيو للمدينه. وي اللي مشى للمدينه تيسجنوه، يعني ممنوع منعا كليا باش نمشيو للمدينه. دونك في هذاك الحي ما كاين لا معهد لا تمن دار الشباب، ما جات حتى تقريبا الاستقلال عاد باش ولات، اما من قبل ما كانش. فنهار جا الاستقلال بدينا تنزعمو تندخلوا للمدينة، ولكن الخوف ديما خايفين، كل خطرة تنزيدوا واحد شوية. واحد النهار دايز في واحد الزنقة وانا نسمع موسيقى زوينة، هزيت عينيا تنشوف في هذيك العمارة، نزلت بعينيا تيبان لي ما كاينش باب، فهمت بما خصني ندير الدورة. درت الدورة تيتبان لي معهد البلدي للموسيقى. طلعت تنجري قلت لهم واش يمكن لي نتقيد، قالوا لي حيت كانت عزيزه علي الموسيقى كنت نلعب الهارمونيكا ملي كنت صغير. قيدوني وما كنتش في علمي بالمره الرقص كاين تما في المعهد.